نهاية السنة الحالية هي المهلة التي حددها مصرف لبنان لوقف دعم السلع بما فيها الحيوية. فيما خص الأدوية، بحثت وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية في خطة لترشيد دعم الدواء من شأنها إبقاء أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية مدعومة ورفع الدعم عن أدوية أخرى. ما هي الأدوية التي سيرفع عنها الدعم وتلك التي ستبقى مدعومة؟ يعني بالطبع نحن قسمنا الأدوية لعدة كاتيجوريز، سميناهم A, B, C, D, E. بالنسبة للكاتيجوري A اللي هي الـ OTC، هذه بالطبع حينشال عن الدعم. وبالنسبة للمواد الأولية تبع عودة الـ OTC للصناعة الوطنية حدها مدعومة. بعدين في عنا الأدوية الأكيوت اللي هي بتستعمل كم مرة بالأسبوع، بالسنة مرة مرتين ثلاثة، مثل أدوية الالتهابات، أدوية المعدة تبع اللي بيقولوا عنها للحماية، أدوية الحساسية. هاي الشغلات هيدي بتستعمل مش بشكل متواصل. هيدي الأكيوت هيدي بالنسبة للصناعة الوطنية حنخلي، إذا كان في صناعة وطنية حنخليها نفس وندعم كمان المواد الأولية تبعها تبع هيدي الصناعة، وإنه إن شو اسمه نرفع الدعم على دولار 3900، يعني بصير الدعم على دولار 3900. الأدوية المزمنة، الصناعة الوطنية بالطبع حتضل مثل ما هي، وكمان دعم للمواد الأولية للصناعة الوطنية. بس بالنسبة للبراند حن كمان نسعر على 3900. في عندنا أدوية سرطانية والأدوية اللي هي بيقولوا لها المستعصية، الأمراض المستعصية أو الأوتو إميون ديسيز، يعني بيشتغلوا بيستعملها المريض بشكل دائم، هودي مش حنشيل الدعم عنه نهائيا. حيضلوا مدعومين على 1005؟ صحيح، الادويه السرطانيه والادويه المستعصيه، الادويه اللي بيقولوا لها اوتو اميون ديسيز، هو على طول بياخذوا دواء، هودي حنخليها على 1515. هلا في عندنا اللقاحات حتضلها هي مدعومه كمان، الحليب مدعوم. نعم دكتور، يعني بالنسبه نعطي مثل علبه البنادول، قد ايه ممكن تصير بعد رفع الدعم عنه؟ يعني بتحسب تقريبا مرتين ونص، هي يمكن ب 4000، هلا ممكن توصل لل 10000. بينما اذا في عندنا بنادول لبناني، نحن حنضل ندعم الماده الاوليه تبع البنادول والادويه الثانيه تبع الاو تي سي، حنضل ندعمينها. ترشيد الدعم من شأنه أن يخفض الفاتورة الدوائية بحوالي 300 مليون دولار، ولكن الفاتورة الأكبر سيدفعها اللبنانيون جراء عدم تأليف حكومة توقف عجلات الانهيار وتضع البلد على سكة الإنقاذ.